سؤال من الشيخ عن حكم السبحة للتسلية. التسبيح بالسبحة لا بأس به، لكن الأفضل بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأصابع، يخاطب نساء، فإنهن مستنطقات. وكان هؤلاء النسوة معهن حصى يحصين بها الذكر، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل يعني الأصابع، فهمت؟ ففي الأصابع أفضل، في السبحة لا بأس به، لكن كما ترى السبحة مشكلة. أولا أن بعض الناس يرائي فيها، يشتري سبحة فيها كم من خرزة؟ لا 100 و1000، بعضهم إلى 1000، ثم يعلقها في رقبته كأنما يقول للناس انظروا فإني أسبح 1000 مرة، وهذا نوع من الرياء. ثانيا أن الإنسان الذي يسبح بالمسبحة يكون قلبه غافلا في الغالب، ولهذا نراهم يعددون هذه الخرزات وهم يلتفتون يمينا وشمالا مع الذاهب والجائب. فلذلك نرى أن السبحة لا بأس بها، ولكن الأفضل بالأصابع. إيش؟ إلا ما في شيء، التسليم ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء. كما أن الإنسان أحيانا بعض الناس يتسلى يصير معه مشلح وفي هذا نسميها القيطان، نسميها القيطان، تجده يعبث بهذه القيطان فلا بأس به. نعم يا شيخ بارك الله فيك. لكن لاحظ أن بعض الناس قد تكون في حقه خلاف المروءة، يعني مثل لو وجدنا رجلا فاضلا عالما بيأخذ السبح في المجالس يلعب كذا ينتقد. نعم.